السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح، وبلقاء متميز بناء على الإعجابات اللي أنا شاهدتها في استثمار خدمة أو ميزة دمج الصوريات في برنامج باوربوينت. فحبيت أن اليوم أطلع عليكم بميزة إضافية تحسن من جودة الصور يلي بنعرضها لجمهورنا أيا نكن عبر تصميمنا العروض التقديمية في برنامج باوربوينت. اليوم رح نقدم أفكار فيها دمج مع منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن أفكارنا من خلاله، وكيف نستخدم مظهر البوستر سواء كان على الفيسبوك أو الانستغرام على تويتر أيا يكن، ونعمل عملية دمج للصور بحيث نحن نقدم أي معلومة بطريقة احترافية وجميلة تساعدنا في تسويق أفكارنا بشكل جميل للغاية. قبل ما نبدأ وتكرما يا أحباب القلب، مباشرة التفاعل قدر الإمكان، حضرتك مستفيد ومستفيد، وكل شيء ممكن تقدم لي تلقاء أو لقاء هذا العلم وهذه المعلومات هذه المهارات ضغط مفتاح اللايك على الأقل، فما رح يأخذ منك بصراحة أي شيء. فلو تكرمتم الدعم قدر الإمكان بالتفاعل اللايك وترك التعليقات، وإذا كنت ضيف جديد منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك ليصلك مني كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ بلقاء متميز في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية، نحن الآن على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. قبل ما أبدأ باللقاء راح أترك في صندوق الوصف العديد من الروابط اللي أنتم محتاجين حتى تحصلوا على هذه المصادر من الملفات وتبدأوا بالعمل عليها. يعني على سبيل المثال أنا محتاج جزء الشجرة، محتاجين يعني بعض الشخصيات سواء كان على مسكليتي أو كان شخص قاعد على سجة أو حرف طريق أو أي شخصية واقفة، ففي أكثر من نموذج، هذول راح يكونوا كل متاحين لحضراتكم. موضوع الشخصيات وموضوع جزء الشجرة رح نحتاجه، وأيضا في عندي موضوع الأرضية رح استخدمها، هي موضوع الأرضية المائية، بإمكانك تستخدم أنت أي أرضية كانت. رح أترك هذه الروابط متاحة لحضراتكم. أيضا موضوع أنه تحسن تأخذ قالب لبوستر إنستغرام على سبيل المثال، موقع فريبيك بهيئ لك هذه الإمكانية مع إمكانية التعديل عليها، هي ملفات مفتوحة المصدر على أدوبي إلستريتور بإمكانك تعدل عليها، أو إذا حبيت تكون هي صورة مفرغة PNG بإمكانك تفوت إلى جوجل عبر الصور أو البحث في الإيميج وتكتب إنستغرام بوستر PNG، بتحصل على العديد من النماذج مثلا مثل هذا النموذج. هلا مباشرة أنا كنت محمل كل هذه الأدوات ورح نبدأ في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رح نتوجه الآن إلى قائمة فايل، ومن النيو نختار عرض تقديمي فارغ أنقر باليمين، ومن تخطيط نختار في شريحة فارغة. رح نبدأ أول شيء من إنسيرت اللي هي إدراج صور من هذا الجهاز، وخلني اختار على سبيل المثال الان القالب الخاص في البوستر يلي رح نستخدمه على انستغرام، يعني مثل هوية بصرية الخاصة في البوسترات يلي نحن نشتغلها على الانستغرام او يلي بنشاهدها على انستغرام. تمام، طيب انا هذا الظل ماني محتاجه، بامكاني ان انا اتوجه الى الجروب واعمل اقتطاع لكل المساحات الزائدة الى الحواف. تمام، وانا ماني محتاج هذا الظل يكون عندي موجود، فقمت بازالة الظل. طيب رح اتوجه مرة تانية الى انسيرت والى بيكتشرز This device، بنختار احد الشخصيات او صورتك الشخصية يلي انت بترغب له. انا حابب ان يكون في عندي صورة يعني لصاحب المنشور على سبيل المثال ان صح التعبير. تمام، الغرض بهذه الاوامر اعطيك بعض المهارات فقط لا غير، ونحسن بالمظهر بشكل كامل. راح توجه الى insert وبناخد shapes يلي هي الاشكال، وبنختار شكل بيضاوي، بضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى نرسم دائرة يكون معي مثلا على قدر المساحة اللي أنا محتاجة. لاحظ، أحدد الصورة بداية، أضغط مفتاح شيفت ومن ثم الدائرة، ومن فورمات نتوجه إلى دمج الأشكال وبنختار تقاطع. تمام، لحتى نحن نعبي الصورة بالشكل الدائري نفسه. مع مفتاح الشيفت نحن منصغر على قدر المساحة تقريبا، وبنضع بهذا المكان بيكون حصلت على صاحب البوستر او صاحب المنشور ان صح التعبير. طيب اليوزر نيم راح اغيره ونكتب اي اسم، فتوجه الى انسيرت وناخذ تكست بوكس اي مربع نص، وبنكتب يعني اي اسم. تمام، يعني نكتب اي اسم وليكن اسمك على سبيل المثال. انا حب بس اني اعطيك الطريقه، بما ان التعبئه هون لون ابيض فبنختار يعني الشكل لمربع النص التعبئه باللون الابيض. تمام، خلني اصغر حجم الخط نوعا ما شوي، وباخذ اللون يكون قريب الى اللون الاسود لكن ليس باللون الاسود. تمام، الى لون النص، راح نضعه هون ونغطي الكتابات اللي كانت موجوده بهذا الشكل بالضبط يا اصدقاء.
طيب كلام جميل لحد الآن. طيب بتوجه إلى Insert مرة تانية Women Picture، رح نختار الصورة المائية، هذه الصورة، أضغط على Insert. تمام، خلني أصغر الصورة شوي. وانت فيك تحط حشائش، تحط يعني سطح مائي، تحط اي خلفية يعني انت بتلاقيها مناسبة لفكرتك، ما فيش تقييد في الموضوع. طيب خلني انا اضبط الابعاد بهذا الشكل بالضبط. الان رح انقر واسحب، احدد الكل، انقر باليمين، ومن جروب او تجميع بنختار جروب او تجميع، فصاروا عندي شكل واحد مثل ما انا شايفين اصدقاء. المرحلة الثانية بعد تجهيز هذا البوستر اني احوله من 2D الى 3D، فبنقر باليمين وبتوجه الى Format Picture وبتوجه الى 3D وبنختار احد القوالب. خلنا نشوف مثلا اي قالب ممكن يشتغل معنا، وليكن عندي مثلا هذا القالب. هذه الأزرار بإمكانك يعني أنت بالإكس والواي والزد تغير بالالتفافات بالطريقة اللي تعجبك لحتى تصل إلى يعني درجة من تصورك وخيالك يرضيك تماما. فمنضل نحن بنشتغل يعني بهي الأزرار، لاحظ الالتفاف يمين ويسار، لاحظ الالتفاف هون بهذا الشكل، تمام، وعندي هون بهذا الشكل، تمام. طيب ناخذها كمان لهون ومنرجع هيك بالعكس. الأمر يحير بعض الشيء. طيب لحد الآن الكلام جميل للغاية، يعني حتى تبين معنا بعض التفاصيل البوستر، فجميل جدا. طيب بنرجع الآن إلى تنسيق 3D، هو التوبيب الأعلى منه. في عندي شيء اسمه هون الديبث اللي هو العمق، خلني أزيد لحتى أعمل حواف 3D للبوستر بشكل أنيق يا أصدقاء مثل ما أنا شايف بالضبط. بعد ما زدنا العمق في عندي اللايتنج وعندي الماتيريال، بحسن أنا بغير فيهم لحتى ناخد أفضل وضعية وأفضل إضاءة أفضل ماتيريال. تمام، بعد ما اعتمدنا اللون الخاص بالإطار أصبح عندي البوستر الآن بهيدي الجمالية. بكل بساطة يا أصدقاء راح أختار ديبليكيت أي نسخة تانية، أنقر عليها باليمين وبختار سند تو باك يعني إرسال للخلفية. راح أطابق التنتين فوق بعضهم البعض وببدأ بعمل التفاف بسيط، تمام، لحتى يعطيني الآن هذا الشكل. بإمكانك تسحبهم تغير موضع يمين ويسار لتحصل على أفضل نتيجة، وليكن مثلا بهذا الشكل. كمان بختار Ctrl زائد D، كمان بختار Send to Back ارسال الى الخلفية، وبنقر مع السحب لحتى ارسلها واضبطها في موضع معين، وببدأ بعمل التفاف بسيط لها، تمام، وباخذها مثلا وليكن معي على هذا الحيز. يا أصدقاء بيكون عملت يعني 3 نسخ جميلة جدا جدا من البوستر اللي أنا جهزته على هيئة الـ 3D. صف عندي الآن موضوع الظلال، خلني أختار Ctrl زائد A وعندي الشادو، وخلني أختار ظل إلى الداخل أو ظل الأسفل، يعني نحن نقلل شوي موضوع الشافية، البلور نزيده شوي، تمام، حتى نحصل على هذه الظلال بين الطبقات الأشكال نفسها. فيني أتوجه إلى Insert شيبس أشكال ونختار مستطيل، أرسم مستطيل وليكن، ونختار الألو بدون خط رسم أو بدون خط للحواف، والتعبئة خلي تكون عندي باللون الأسود. من التأثيرات أنا في عندي شيء اسمه هون Soft Edge اللي هي حواف الناعمة، راح نزيدها شوي، ونرجع للتعبئة في عندي شافية كمان منزيدها شوي. الآن راح نكبر الموضوع شوي هيك ونعطي شوية التفاف، تمام، كمان بختار Send to Back لحتى نحصل فقط على موضوع يعني شيء محاكي للظل، انصح التعبير للأشكال، تمام يا أصدقائي، خلي يكونوا معنا بهذا الشكل. الآن راح أتوجه إلى Insert ونجيب الصورة الخاصة بجزء الشجرة، هذه هي الصورة، ونتوجه مباشرة إلى Remove Background يعني إزالة الخلفية، هو حدد المناطق اللي راح يزيلها بهذا اللون، وبضغط على Keep Changes أو حفظ التغيرات. خلني أصغر وأخذ مساحة بتناسب، ولكن أنا راح أضع على سبيل المثال الصورة تكون معي مثلا بهذا الشكل، فيني أعملها شوية روتيت أو تدوير مشان الصورة الشخصية تبرز هون، وليكن هذا الموضع اللي أنا محتاجه لجزء الشجرة، تمام. في عندي بعض الزوائد حتى أعطي محاكاة أكثر واقعية ويكون جزء الشجرة هو موجود من ضمن الصورة نفسها، فبلجأ إلى اقتصاص ومسح بعض الأجزاء. راح استعين بالأشكال وليكن المستطيل، تمام، خلني أنقر وأسحب أرسم مستطيل، راح نكبر شوي، تمام، حتى نضبط الموضوع رسمتنا بشكل جميل. لاحظوا هذا الحد او الخط المائي للصوره، بدي اجعل المستطيل بنفس المحاذاه تماما،
يعني يكون معي بهذا الشكل. الآن بحدد على جذع الشجرة، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد على المستطيل، بتوجه إلى فورمات، ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح، بيكون احنا عملنا عملية اختصاص لهذه المساحة. بنفس الطريقة بتوجه إلى أيضا إدراج شكل مستطيل، برسم شكل مستطيل وبعمل التفاف بحيث يكون أيضا موازي يعني للصورة من هذا الجانب، تمام بهذا الشكل. أحدد الصورة، أضغط مفتاح الكنترول وأحدد الشكل، ومن قائمة فورمات ومن دمج الأشكال أيضا نختار الطرح لحتى يكون معي، يعني جذع الشجرة هو طالع حتما أو أكثر واقعية من الصورة أو بالصورة عفوا. رح توجه الآن إلى أنسيرت، ومن شيبس رح نختار الشكل البيضاوي حتى أشتغل موضوع الظل اللي راكبه على جذع الشجرة، بحيث أنه لما أضع الشخصيات يكون عندي ظل أسفل الشخصية موجود. بختار له نو لاين، يعني نو بدون خط رسم، يعني بدون خط رسم. التعبئة متدرجة، خلني أختار تعبئة متدرجة بلونين، اللون الأول خلي يكون عندي لون الأسود، واللون الثاني رح نختاره من نفس العائلة هاي، يعني من نفس لون الشجرة من هون، وبختار يكون شفاف بنسبة 100%، والنوع يكون عندي باث أو مسار، تمام بهذا الشكل. طيب أنا بس أختار نو لاين، تمام، والموضوع الظل أصبح عندي بشكل جميل للغايم، فيني أركب الظل بهذا المكان ونزيد بكثافة اللون الأسود وشافية كمان شوي، يعني ما عندنا مشكلة، بحيث نحن لما نضع أي شخصية تتركب بهذا المكان يكون الموضوع يعني الظل جاهز وما يعذبنا. خلني أختار كنترول زائد A وأنقر باليمين وبختار جروب، ومن ثم جروب، وأصبحوا عندي يعني الأشكال جاهزة، فقط موضوع الظل ربما بده انزياح للأعلى بعض الشيء، تمام. رح نتوجه الان الانسيرت ومن بيكتشر نختار صور، ورح نجرب على صورة واللي يكون عندي صورة الشاب على المسكليت، تمام مثل ما انا شايفين. نبدأ يعني ربما يكون العمل مع هيك صورة فيه شوية صعوبة، تمام، خلنا نبدأ ونجرب كيف رح تكون معنا. رح اختار ريموف باك جراوند، يعني ازالة الخلفية، وباخذ اشارة الناقص وبزيل هذه المناطق ماني محتاج انها تظهر، هذه المناطق ماني محتاج انها تظهر. نفس الشيء بنكر مع السحب، خلني اكبر وافتح الكنترول وبنكر يعني بشيء بسيط لحتى ازيل هذه الاماكن، تمام، ماني محتاج تظهر بالصوره. نفس المبدا، نقره بسيطه فقط لا غير. نفس الشيء انا محتاج يكون في عندي تفريغ لحتى يبان عندي لون الخلفيه، فانا هذه مناطق راح ازيلها، ولانه الصوره راح تكون معنا صغيره فما راح تضح معنا او ما راح تضح العيوب الموجوده، تمام. طيب نفس الشيء عندي هذه المنطقه اللي هون، تمام. طيب ننزل اسفل شوي، عندي ايضا هذه المنطقه وعندي هذه المنطقة، خلني أكبر هون شوي، تمام، جميل للغاية. بعطي keep change أو احتفاظ بالتغيرات. راح أتوجه إلى group لاقتطاع المساحات اللي أنا ماني محتاجة، تمام، بهيدي الطريقة، تمام. طيب وبجي بركب الآن الشخصية فوق جذع الشجرة بالضبط يا أصدقاء. خلني أتوجه إلى الباك جراوند وبنختار gradient وبناخد أحد التعبئة الجاهزة، يعني وليكن على سبيل المثال هذا الشكل، وخلني أختار يكون عندي مثلا عشان نحصل على الإضاءة ويكون عندي يعني بنمط دائري من المنتصف، وليكن عندي على سبيل المثال هذا المظهر، تمام، جميل جدا، لا بأس الموضوع، تمام، وليكن عندي الآن هذا المظهر. الآن بعد ما نقوم بتنسيق الخلفية سواء كان بالدرجات اللونية أو أنك تأخذ أي صورة جاهزة، تمام، رح نضبط الآن يعني الشخصية اللي قمنا بتفريغها على المسكليت، تمام، وبنكبر ومنصغر لحتى نحن ناخد الحجم يعني اللي بدنا إياه يكون مناسب لحتى يكون الموضوع هو أكثر واقعية. بدي أعمل الآن الشادو أو ظل لهيدي الشخصية، فبحدد عليها وبتوجه إلى الشادو، هذا هو الظل، وخلني أختار وليكن على سبيل المثال هذا الظل، ورح نقلل شوي من الشافية، المساحة ربما تزيدها شوي حتى يكون الموضوع واقعي، وهذه البلور رح نزيدها شوي، المسافة، هذه المسافة من هون، تمام، وعندك السايز نرجع نوسعها ونرجع نغير بالمسافة شوي نوعا ما حتى يكون واقعي وكأنما هو يعني في إضاءة والمجسم 3D وعندي هذا حائط والظل موجود على الحائط. الآن الشافية رح نقللها شوي بهذا الشكل ونعمل شوية تمويه في البلور لحتى يكون معنا الآن بهيدي الجمالية. نفس المبدأ منقوم بتفريغ وتركيب أي شخصية موجودة معنا. مو حابني أطيل عليكم، لكن هذه الطريقة وهذه هي الأدوات. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع، ولا يخفيكم كالمعتاد، فتكرما ولطفا من حضراتكم.
لا تنسوني من التفاعل والدعم فتجزوا عني كل خير إن شاء الله. وأعتقد أنه هذا هو حقي عليكم، أقلها ضغط مفتاح اللايك، يعني هذا هو أقل ما يمكن فعله. هو يعني إذا مو حابب تكتب تعليق وتأخذ من وقتك أو ضيع من وقتك، يعني اضغط مفتاح اللايك إذا كان هذا الفيديو أعجبك وشعرت أنك استفدت منه. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.